يحتاج الأشخاص والرياضيين خاصة إلى كمية أكبر من البروتين، فالشخص العادي يحتاج إلى 0.8 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الشخص، ولكن الرياضيين يحتاجون بمعدل 2.1 إلى 7.1 جرام لكل كيلو من وزن الشخص بحسب نوع التمرين وساعات الرياضة الأسبوعية. مكملات الغذائية للرياضيين كناية عن منتجات بتم استخدامها بهدف تقوية العضلات، بناء العضلات حتى تعزيز الأداء الرياضي للرياضيين وإنتاج الطاقة. هي بشكل أساسي مصنوعة من المعادن والفيتامينات، من البروتينات، الأحماض الأمينية، كما أنه ممكن تحتوي على بعض الأعشاب وحتى على كمية من الكافيين. هي متوفرة بشكل يومي بجميع الصيدليات، ليس هنالك من داعي لجلب أي وصفة طبيب لتناولها. يعتبر البروتين من ضمن العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، والتي أيضاً تحتاجها جميع الكائنات الحية، حيث يعرف البروتين على أنه مادة عضوية معقدة التركيب تتكون بشكل عام من مجموعة من المركبات الكيميائية. هناك عدة أنواع من المكملات الغذائية للرياضيين. مالي عنا 4 أنواع. أول نوع هي مكملات البروتين اللي بتحتوي بشكل أساسي على نسبة بتفوق 90% من البروتينات. هي منلاقيها على شكل مسحوق، فينا ندوبه سواء بالماء أو بالحليب أو حتى على شكل عصائر أو شيكس جاهزين. بتم تناولها قبل، أثناء أو حتى بعد ممارسة الرياضة بهدف زيادة العضلات، بهدف تقوية الأداء الرياضي وحتى خسارة الدهون. يوجد البروتين في الكثير من المصادر الغذائية، منها البيض واللحوم والحليب ومشتقاته وغيره، ولكن هناك مكملات غذائية توفر كميات كبيرة من البروتين أكثر من الأطعمة، لأنه يتم استخراجها من العناصر الغذائية والعمل على زيادة نسبة البروتين في جسم الإنسان.